أخبار مغربية، أخبار محلية، أخبار عالمية. فرنسا تنفي منع الذبح الحلال للدواجن. نفت وزارة الزراعة والتغذية الفرنسية في بيان صحفي الأنباء المتداولة بمنعها ذبح الدواجن، وأكدت أنه على العكس، فإن الضوابط الجديدة لذبح الدواجن تضمن ذبح الدواجن وفقا للشرائع الدينية المختلفة دون غش تجاري. وكانت وزارة الصناعة الفرنسية قد أصدرت قرارا يدخل حيز التنفيذ في يوليو القادم يمنع الصعق الكهربائي الخفيف قبل، وهو أسلوب في الذبح كان متبعا لدى بعض مجازر الدواجن التي تكتب على منتجاتها منتجات حلال. وبالتالي وفقا لهذا القرار يكون ذبح الدواجن في فرنسا إما وفقا للقواعد الأوروبية عن طريق صعق الدواجن كهربائيا أو الذبح اليدوي والميكانيكي دون استخدام للصعق الكهربائي، وهو ما يتوافق بصورة تامة مع الشرائع اليهودية والإسلامية.